الله الرحمن الرحيم. كانت هذه الفقرة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. تكلمت في الماضي بعض الكلام حول الجملتين الأولى والثانية، وفر بلطفك نيتي، أي جملة. الجملة الثانية صحح بما عندك يقيني. فبقي الحديث على الجملة الثالثة، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. استصلح استفعال وضع للطلب في الأصل، ولكن يستعمل بمعنى الثلاثية المجرد أيضا كثيرا. استصلح يعني أصلح، هذا نوع من البلاغة، نوع من لمح الكلام. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، استصلح بمعنى إلهي أطلب صلاح ما فسد مني، هذا لعله غير مناسب بالنسبة إلينا نحن، ما يخالف. ولذا استصلح يقرب إلى الذهن أن يكون بمعنى أصلح، وهو كثير في القرآن في الروايات. واستصلح بقدرتك ما فسد مني. الله سبحانه وتعالى يستفيد من قدرته في هذا المجال، هذا يوحي إلى أن هذا المجال مجال صعب جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يستفيد من قدرته في هذا الأمر، إصلاح ما فسد من الإنسان. الإنسان يكون معرض للفساد، وقد يمنع عن أن يقع في الفساد، وقد يكون وقع في الفساد، فعلية الفساد. ما فسد مني، مو ما يقتضي أن يفسد، ما يمكن أن يفسد مني، لا، ما فسد مني. مو كل فاسد يمكن إصلاحه، خصوصا كلمة ما الموصولة اللي تستعمل في القرآن وفي الروايات وفي الأدعية كثيرا، ولها عموم، سعة، شمول. ما فسد مني، ما فسد مني من الدنيا، من الآخرة، من البدن، من الروح، من المسائل المالية، من المسائل النفسية، من المسائل الاجتماعية، من المسائل العائلية. إلهي ما فسد مني أنت أصلحه بقدرتك، ماكو غير الله بقدرته، غير واحد ما يقدر يسويه، لأن هذا الإنسان، هذا أنا وأنت مع احترامي لكم، يمكن أن نكون من خير الناس، ويمكن أن نكون والعياذ بالله من شر الناس. الذين كانوا شر الناس صاروا شر الناس، وامتدت السنون والأعوام بهم، وبقوا إلى آخر عمرهم من شر الناس. منو كانوا؟ إلهي بقدرتك أصلح ما فسد مني. إصلاح الفاسد
بحاجة إلى الدعاء، وهذا دعاء. قد يكون يقرأ الإنسان هذا الدعاء، قد يكون هذا الدعاء، هذه الكلمات، هذه الجملة بالذات عندما يجريها الإنسان على لسانه يسأل الله تعالى إصلاح ما فسد من هذا الإنسان، قد يكون الإنسان هذه الجملة يجريها على لسانه ولكن بكل أعماقه هذا المعنى يطلبه من الله سبحانه وتعالى. واستصلح بقدرتك ما فسد منك، هذا دعاء، ولكن في نفس الوقت يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى السعي، يحتاج إلى الاستفادة مما أعد الله سبحانه وتعالى. وخير ما أعد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ونحن نستقبل ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نستفيد من هذه الفرصة كيف نقتدي برسول الله، كيف نستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة يعني اقتداء اتباع، الأسوة أي اقتداء، اقتداء قد يكون اقتداء حسن قد يكون اقتداء غير حسن. أما إذا نسب الاقتداء، نسبت الأسوة إلى شخص كله حسن، هذا الاقتداء يكون حسن. قد يكون فد واحد يقتدي بإنسان غير معصوم، يتأسى بإنسان غير معصوم، يعتبر هذا الإنسان غير المعصوم أسوة له وإن كان في قمة الفضائل، ما دام غير معصوم معرض لأن يصدر منه ما ليس بالحسن. هذا إذا قيد بالحسن يكون قيد احترازي، أما هنا وقيد احترازي. المفسرون بعضهم أشار إلى ذلك، ولعل في بعض الروايات أكو الآن مبالي يعني. التأسي برسول الله، إذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله هذا اقتداء حسن، لأن رسول الله معصوم لا يصدر منه شيء غير حسن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم منه خطاب إما للمسلمين باعتبار أنهم يعتقدون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل البشر ويمكن المعنيين، وهي نكتة تفسيرية لاحظوها بعدين أنتم في المستقبل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعدين القرآن الكريم يجيب معنى بدلي بدل الاصطلاح النحوي، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي يرجو مو يقول أرجو، اللي يرجو يأمن. طالب اللي يدرس يرجو أن يكون مجتهدا، أي طالب، كل طالب يدرس يرجو أن يكون مجتهدا، بكله يرجو، لمن يرجو، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة فضائل، مجموعة كمالات. الإنسان الذي يريد أن ينمي في نفسه أو يوجد في نفسه أو يقوي في نفسه
روح الفضيلة وروح الخلق الحسن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرنه إلى مشاش رجليه كله فضائل، نظره فضيلة، كلامه فضيلة، مشيه فضيلة، أخذه فضيلة، عطاؤه فضيلة، نومه فضيلة، مشيه فضيلة، حربه فضيلة، سلمه فضيلة، كل شيء من رسول الله حسن، كل شيء من رسول الله فضيلة. ولكن باعتبار أن هذه الأيام أيام ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا فقط أشير إلى نقطتين من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن أهل العلم في المستقبل إما علماء أو خطباء أو مراجع أو مدرسين، على كل أيا نكون من الآن لازم وبكل تأكيد أن نصمم على الاقتداء برسول الله، خصوصا في هاتين النقطتين اللي من نقاط تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته، ولعلهما في يوم وفاته. فد نقطة، الرواية المروية المذكورة في التواريخ المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قرب وفاته كانت عنده حمى شديدة، بحيث يشعر من لمس ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله حرارة الحمى من خلف الثوب. في مثل هذه الحال رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصعب عليه مزاولة عمل، ممارسة عمل، أخذ عطاء. كانت عند رسول الله دراهم أو دنانير قليلة، رسول الله أوصى بأن تعطى للفقراء، صدقة كانت كما ببالي. وكان صلى الله عليه وآله من شدة الحمى يغفو أحيانا ويستيقظ. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغلب على عقله شيء، هؤلاء أمواتهم أحياء المعصومون عليهم الصلاة والسلام، ولكن باعتبار أنهم بشر تأخذه سنة ينام كما ينام سائر البشر، ولكن هو صلى الله عليه وآله قال تنام عيني ولا ينام قلبي، مو مثل العين والقلب كله ينام. فكان من شدة المرض، من شدة الحمى، تشبه حالته حالة الإنسان اللي يغمى عليه، بس يسمع ويشعر ويعرف في تلك الحالة. وأحيانا الإنسان اللي يصحو من الإغماء، مرة من المرات فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه الكريمتين وسأل، قال أنطيته هاي الدراهم؟ قالوا لا موجودة، قال جيبوها. ولعل في بعض التواريخ أنه ظهر الغضب على وجه رسول الله، ليش ما انطقت؟ ليش أخروا هذه الصدقة؟ وقال كلمة مفادها مضمونها إني لا أحب أن ألقى الله، يعني أموت تفارق روحي بدني، وهذه الصدقة القليلة، أنا أقول القليلة مو تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، القليلة عندي
مال قليل موجود عند رسول الله للفقراء، والفقراء هم متواجدون، مو انه ماكو فقير حتى واحد يخلي عنده لما يحصل نصيب. النبي يعير اهتمام لهذه القضية، والنبي هو النبي الذي كان في يوم واحد يعطي ألوف من الأباحث، ألوف من الأباحث، ذلك اليوم ثروة جدا ضخمة في يوم واحد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوف من الأباحث، اللي تفصيله موجود في التاريخ. لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان تأتيه الذهب والفضة والديباج وكل نفيس وكل شيء ويوزعها. الإنسان اللي ما عنده فلوس، ما شايف فلوس، دراهم دنانير، تكون ذات أهمية عنه. أما الإنسان اللي عايش فلوس، ياخذ ينطي، هذا دراهم ودنانير مو مهمة، ولكن لأنها أمانة، هذه أمانة. رسول الله يعير اهتمام لهذا الأمر. مسألة مو مسألة دراهم ودنانير قليلة أو كثيرة، ليس المهم أنها قليلة أو كثيرة، المهم أنها أمانة، المهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمين على هذه دراهم وإن كانت قليلة. أعطيت هذه الدرائم لرسول الله صدقة، مو ملك لرسول الله، مو ملك، هذا بحث واسع. الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء لرسول الله ولأهل البيت. أما الصدقة، الصدقة محرمة على أهل البيت عليه الصلاة والسلام الاستفادة منها. فرسول الله ماخذ هذه الدراهم حتى يعطيها للفقراء. يقول إني أكره، ما أريد، ألقى الله هذه الدراهم أنا ما منطق، وأخذها وأعطاها. هذه نقطة تهمنا ونحن في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى اهتمامنا للأمانات التي تأتينا باعتبار أن الناس يعتبرون نحن أمناء. خمس، زكاة، صدقة، مظالم، نذور، كذا، كيف نتعامل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، جبت هذا كتاب البحار، أقرأ رواية من عشرات الروايات، مجلد الثاني والعشرين، مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى عند وفاته، قبيل وفاته، كل ما كان يملك حتى النعل أعطاها لرسول الله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وطلب من أمير المؤمنين في مقابل ذلك أن ينجز عدات رسول الله ويؤدي ديون رسول الله، ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين يؤدي ديون رسول الله. قبل أن أقرأ الرواية، يعني واحدة من عشرات الروايات، هنا مسألة جدا مهمة، جدا مهمة، مسألة عديمة النظير في طول التاريخ وعرضه، مو قليلة النظر، عديمة النظر.
وبملء فمي أذكر هذا العهد، طبعا باستثناء المعصومين عليهم الصلاة وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أنه شخص كرسول الله، رئيس حكومة، حاكم أعلى، تجبى إليه الأموال الكثيرة في كل مناسبة ومن كل جهة، عند وفاة ليش مديه؟ أكو في التاريخ نظير إليه؟ غير طبعا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم. ابحثوا في التاريخ، اسألوا المؤرخين، أكو هناك حاكم رئيس حكومة تجبى إليه الأموال ويموت وهو مديون حتى يوصي ينطن ديون؟ نحن مرفوع الرأس نستطيع أن نطرح هذا الموضوع للعالم ككل. نحن نتبع ونتأسى بنبي كانت الأموال طوع أمره ونهيه، ولكن عندما يموت دراهم أو دنانير يعير الاهتمام الخاص لأجل إيصالها إلى موردها، ولا يلقى الله وهذه الدراهم عنده، ثم يموت وهو مدين. يا علي أنت قاضي ديني. أنا أقرأ واحدة من هذه الروايات، هذا المجلد 22 من البحار، مرحوم العلامة المجلسي رضوان الله عليه ذاكر هذه الرواية. هذه الرواية مذكورة في الكافي، مذكورة في كتب الشيخ الطوسي، مذكورة في كتب الصدوق، مذكورة في كتب أخرى، وعشرات الروايات في العلامة المجلسي ذاكر عدد لا يستهان به من هذه الروايات. أي واحدة منها قطعة من هذه الرواية أنا أقرأها. عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام قال، لما صفحة 456، لما أنا قطع من هذه الرواية أقرأها، لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة قال، يا علي، يا أخا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أتنجز عدات محمد؟ عدات يعني وعود، كان النبي صلى الله عليه وآله قد وعد بعض الناس ببعض الأموال ولم ينجز هذه العدات حتى وفاته، طلب من أمير المؤمنين أن ينجزها. أتنجز عدات محمد صلى الله عليه وآله وتقضي دينه وتأخذ تراثه؟ تراث يعني إرث. الإرث يكون بعد الموت. الإرث اسم للأموال التي يتركها الشخص عند وفاته، هذا إرث، هذا تراث. قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تعبير تراث هذا مجاز مشارفة، مجاز أول من هالقبيل، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله بعد ساعات يفارق الحياة، فهذه الأموال تكون إرث. أتنجز يعني أنطيك ما عندي من أموال يا علي، وأنت تنجز عداتي وتقضي ديني. وفي بعض الروايات تكون ديون عديدة كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما كانت ديون رسول الله ديونا لنفسه، وإنما كانت ديونا للآخرين. كان يستدين عندما ما عنده شيء، يستدين للآخرين ويعطي الآخرين. أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه؟ فقال نعم بأبي أنت وأمي. أمير المؤمنين قال نعم. قال فنظرت إليه حتى نزع حاتمه من إصبعه. شوفوا هذا رئيس الحكومة شنو كل أمواله، شنو كل كل ما كان عنده، حتى نزع خاتمه من إصبعه. فقال لأمير المؤمنين تختم بهذا في حياتي. الآن خلي بأصبعك يا علي. قال فنظرت إلى الخاتم حتى وضعه علي في إصبعه اليمنى. أصاح رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال علي بالمغفر والدرع والراية. مغفر الطاس الذي يخلوه على الرأس في الحرب. رسول الله كان يخوض حروب دفاعية، كان عنده مغفر، كان عنده درع، وكان عنده راية اللي يسلمها في كل حرب بيد شخص. وغالبا إذا أمير المؤمنين موجود صلوات الله عليه في الحرب، يعني أمير المؤمنين في كل الحروب ما كان موجود، أما غالبا كان موجود، كان يسلم الراية لعلي صلوات الله علي بالمغفر والدرع والراية وسيفي ذي الفقار وعمامتي السحاب، عمامة سوداء كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله اسمها السحاب، والبرد، البرد اللي عند ثوبه، والأبرقة، الحبل الملون أسود أبيض، خيطين يفتلوهما يسوون منه حبل أسود أبيض، باعتبار أن اللونين أكل معان بريق خاص إلى هالشكل يعبرون عنه. كان هذا حبل جبرائيل جاء به من الجنة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان يتحزم به في الحرب، يشد في وسطه. والقضيب عصا، فقال يا علي إن جبرائيل أتاني بها. وأمر النبي صلى الله عليه وآله عليا أن يجعل الحبل في مكان المنطقة، منطقة يعني في وسط يشد. بعد شنو عند النبي؟ ثم دعا بزوجي نعال عربيين، إحداهما مخصوفة والأخرى غير مخصوفة. زوجين نعال عند النبي، واحدة مشبوبة واحدة سالمة. بعد والقميص الذي أسري به فيه، أسري به إلى السماء، والقميص الذي خرج فيه يوم أحد، بس قميص، والقلانس الثلاث، قلنس وكلاو، ثلاث كلاوات كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قلنسوة السفر وقلنسوة العيد وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه.
هسه هذه كل واحدة منها لها تحليل، تحليلها معكم أنتم فيما تكتبون عن رسول الله إن شاء الله في المستقبل. أنا شاهدي فقط بيان نقطة في أيام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ايش عند النبي؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال علي بالبغلتين، بغلتين عند النبي، الشهباء والدلدل، والناقتين، والفرسين. لأن النبي يستفيد منهم؟ لا، يقول الجناح اسم أحد الفرسين الذي كان يوقف بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لحوائج الناس. النبي جاي عنده ضيف، رجل محترم يريد يروح، طريقهم بعيد، النبي يقول لهذا وذاك تعال انطي فرس لهذا. كان أعد فرسا لهذا الأمر، لحوائج الناس يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في حاجة فيركبه. ثم قال يا علي، خلاص، ثم قال يا علي اقبضها في حياتي حتى لا ينازعك فيها أحد بعدي. هذا كله إرث رسول الله، رئيس حكومة، مفجر ثورة، صانع أمة، أشرف الأولين والآخرين، أموال عظيمة تجري تحت يديه وبأمره. هذا كله هم ما صارت إرث لورثته لأن مديون. الآن في وقت وفاته رسول الله صلى الله عليه وآله شو لون يوزع هاي الأموال على الديان؟ منين يحصلهم؟ واحد بالمدينة، واحد في مكة، واحد مو موجود، واحد برا. أكو أمين وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، معاملة سوى مع علي بن أبي طالب، أنطيك هذني وأنت أنجز عداتي وأعطي ديوني. أنا ما شايف في التاريخ، طبعا ما عندي إلمامة كاملة، أنه مجموعة عدات رسول الله، وعود رسول الله صلى الله عليه وآله، والديون ايش قد كانت؟ لعلها اكثر من هاي كانت. هاي شلون معاملة؟ سؤال فقهي. بيعك رسول الله صلى الله عليه وآله، باعك ذني على امير المؤمنين في مقابل انجاز عداته واعطاء ديونه؟ صلح كان، مصالحة كانت؟ هاي الرواية هالمقدار. طبعا الروايات أكو بعض الاختلاف في تعابيرها، طبعا الجوهر أنا قرأته، أنا بعض العبارات هم ما قرأت من الرواية لأن ما كان شايف، والرواية هم بعد قطعة أخرى شاهدي في إرث رسول الله فيما كان يملكه رسول الله ساعة وفاته، يوم وفاته. لعله ربما يستظهر من هذه الرواية وأمثالها أن رسول الله وهب هذه الأمور لأمير المؤمنين وطلب منه طلب أخوي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، قال الأمير المؤمنين، طلب أخ من أخيه، طلب أخوي، طلب منه أنا هذني أوهبهن إليك أملكها لك، وأنت بعد وفاتي أنجز عداتي. مو معاملة، هدية، هبة غير معوضة، وطلب من أمير المؤمنين لعله من هالقبيل، وقال له أخذهن حتى بعدي لا ينازعك أحد فيها.
لا يقولون هذا إيريد هذا مال النبي واحد يصف هذا واحد يصف أنا وأنت في يوم ما مع احترامي لكم جميعا صارت بيدنا أموال في المستقبل صارت بيدنا أشياء كيف نتعامل وش كد بالمية نشيل منها وش كد بالمية نعطي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في مراجع تقليدنا الماضي رضوان الله عليهم العديد من أمثال هذا الرقم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين شايفين في كتب التراجم المرحوم شيخ عبد الكريم الحائل رضوان الله عليه مؤسس هذه الحوزة للملايين كان ياخذ يوم وفاته هذا كاتبين في التاريخ يوم وفاته لما أمسى المساء عائلته ما كان عندهم لا عشاء كان عندهم أكل ولا فلوس مخلف شيخ عبد الكريم رحمة الله عليه بمقدار يشتم بيه عشاء هذا متأكد المرحوم سيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه لما مات كان مديون قالوا كان مديون أكثر من ضعف ما كان عنده يعني بعد وفاته بفترة والديون هم ديون شنو مو ماخذ الفلوس صارف على نفسه لا يريد شهرية يطيل الطلبة ما عنده يقترض من هذا يقترض من هذا يقال يوم نقل مكررا أنه بعد 40 المرحوم السيد سيد أبو الحسن الإصفهاني رحمه عليه سيد البروجردي رحمه الله بعث مجموعة من التجار حتى يشوفون شقد عنده سيد أبو الحسن والنواقص شقد جماعة من التجار يوفون يوفوا هذه نقطة التأسي برسول الله صلى الله عليه ونحن على خطى رسول نيتنا خو هالشكل لازم عملنا هم يكون هالشكل هذا أمر مو سهل جدا صعب الإنسان ما تعم ما عنده ما كوبيد فلوس أي يقول هذا أما من صارت عنده فلوس من صارت أموال الله وأموال عباد الله بيده شلون يصرف هذه نقطة تأسي برسول الله بالخصوص نحن أهل العلم بالخصوص نحن طلاب العلوم نحن الخطباء نحن العلماء نحن المدرسين يعني كل واحد رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما في أحاديث عديدة اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك منو أنتو الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي رسول الله سماكم خلفاء الإنسان لا يعمل شيء لا يكون مصداقا مع ذلك العمل لخلافة رسول الله هذا رسول كل ما عنده المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذاكرين في حياته أنه لما مات وهو في زمانه كان أكبر مرجع تقليد للشيعة في العالم وكاتبين في تاريخه أنه كانت تجبى إليه الدنانير الذهب في أكياس أكياس اللي يسوون بها سكر وتمن وأمثالها هاي الأكياس متروسة يجيبون دنانير ذهب باب بيت الشيخ لما مات شقد من هاي الدنانير الذهب كان عنده كاتبين في ذلك ولا دينار واحد ولا دينار
ولا دينار. كان عنده حصير حصران في بيته، وعنده أواني، وعنده ملابس، وعنده فرش، وعنده كتب، وما عنده ولد ذكر حتى حبوة تكون الكتب. كل ما عند الشيخ الأنصاري قوموه يجون يوزعون على زوجته وبناته. الشك مني أنا شايف بالكتاب قيمة 7 توامين لو 70 تومان تردد مني حتى أقول 70 تومان، لكن اليوم تومانين ثمن استئجار صلاة الصوم كان كما في الرسائل العملية في رسالة الشيخ. قول 70 تومان، قول ثمن 35 سنة عبادة. في نفس رسالة الشيخ الأنصاري أكو تومانين لسنة عبادة صلاة الصوم، واحسب معها اليوم شوف ايش قد. هذا كل ما كان يملك الشيخ الأنصاري. والشيخ الأنصاري كم سنة مرجع تقلي يقال ينقل في الكتب لأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه طلب الشيخ الأنصاري وأعلن للعلماء في النجف الأشرف ذلك اليوم اللي كانوا بمحضره مئات من العلماء والمدرسين، عين قال هذا بعدي أنا، هذا أعتبر من بحثي مرجع تقليد. سنة 1266 وفاة صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري وفاة 281، كم سنة يصير؟ 15 سنة الشيخ الأنصاري يتقلب في الأموال والذهب والفضة تحت يديه. من يموت هذا كله يرفع، كله يرفع. إذا 7 توامين بعد 7 توامين أبلغ مال موجود. هذا خليفة رسول الله، هذا بالصدق كان خليفة لرسول الله، اللهم ارحمه الفاضل. شيخ الأنصاري منو كان؟ سيد أبو الحسن من سيد أبو الجلد من شعب الكريم الحائري من فاليوم كان مثلي ومثلكم. على كل هاتان النقطتان نصمم أن نتأسى فيهما برسول الله ضمن بقية نقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. دعاء يريد عمل يريد، تصميم يريد حتى يوفق الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. الله على محمد وآل الطاهرين.